السلام عليكم، ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا النهارده، يعني هنتكلم مع بعض عن التمليح، ايه اسبابه واعالجه ازاي واتصرف مع الطيور دي ازاي. الطيور دي كانت عند يعني تاجر انا بتعامل معاه في بيع الحبوب، فلقيت شخص كده داخل عنده متضايق قوي من الطيور اللي عنده وعايز بمعنى اصح يرميهم كده وخلاص. فالتاجر بصراحة يعني ربنا يكرمه كده، قال له لا انا هاخد الاهالي والزغاليل دي انا ماليش دخل بيها. فالراجل بقى الشاب ده بقى متضايق قوي ورفض ان هو يعني يبيع الاهالي ويخلي هيعمل ايه بالزغاليل، هو مش عارف يعالجه. فاستأذنت صاحب المحل وقلت له طيب انا لو مفيش مشكلة بالنسبة لك، يعني هو مش عايز يبيع وانت مش هتشتري الكل، هستسمحك ان انا اتصرف مع صاحب الحاجة دي. فهي قصة معلش انا بحكيها لكم بس عشان نعرفوا ايه الاسباب. قال لي تمام اوكي اتصرفي زي ما انت عايزة معايا. فكلمت الشاب ده قلت له طب لو انت عندك مانع ان احنا نعالج الطيور دي، قال لي انا غلطت فيها ومش عارف اعالجها، لو عايزة تتصرفي فيها معايا اوكي. قلت له طيب خلاص انا هتصرف فيها كده، هاخدها انا عندي شوية ونتابع مع بعض هنعمل ايه. الطيور دي كانت عنده بتملح وهو مش واخد باله ان الاهالي طول ما هي كانت قاعدة في العش كانت بتقزقز فيهم كده، ويعني بسم الله ما شاء الله ظبطت الطيور. والمشكلة دي بتقابل كتير من الناس، الهوال الجداد بيتضايقوا منها وبيضطروا يتخلوا عن الطيور بتاعتهم، والهوال القدام عارفين ان احنا ازاي بنعالج المشاكل اللي بالشكل ده. في الفيديو ده هقول لكم انا عالجتهم ازاي وايه الحاجات اللي قدامي دي وايه الحاجات اللي انا بتعامل بيها، الحاجات السودة دي والطبق اللي وراه، وهنتكلم مع بعض ايه سبب ان الاهالي عندنا تملح وازاي يعني ننقذ الفروخ اللي مع الاهالي، لان بيبقى صعب قوي بصراحة على الهاوي ان بعد ما يتعب ويطلع زغاليل ان هي يلاقيها بالمنظر ده، هتاخد عنده وقت طويل عمال ما تطلع الريش بتاعها وعمال ما كمان ما هو يقدر يتصرف فيها بالبيع او بان يهديها لحد. وكمان هتبقى عندنا مشكلة ان احنا انا بالنسبة لي في الحالة اللي زي دي اخدت القص كله كده على بعضه منه وهعالجهوله وان شاء الله هرجحهوله باذن الله سليم وهنشوف اتعالج ازاي. ولكن المشكلة هنا في الفيديو ده ان احنا انا مش عايزة افصل الزغاليل دي او الفروخ دي عن الاهالي، عايزة استفاد من الاهالي بقدر الامكان في ان هما بيأكلوا، وخصوصا ان القص ده بيأكل كويس قوي. فهخليهم معاه ونشوف احنا هنعمل ايه. انا بعالج الطيور عندي في الحالة دي بحاجة كده بجيبها من عند العطار اسمها مر صبري، او مر بس على حسب بقى ما العطار بيبقى فاهم المصطلح. المر الصبر ده هي الحجارة اللي هي حضراتكم شفتوها دي اللي انا هحطها في الطبق اللي فيه مية، دي بنستخدمها في فطام الاطفال الصغيرين. وخدوا بالكم مش الصبار، دي حاجة اسمها مر صبر زي ما حضراتكم شايفين كده، حجرة لونها اسود صغير كده. اللي قدام حضراتكم دي حوالي ب5 جنيه، لان الكمية منه غالية جدا توصل 600 700 جنيه، وده بيجيب من الاخر في الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. قدام حضراتكم كده انا دي كانت ثالث مرة بعالج فيها الطير اللي انا كنت واخداه ده، يعني انتوا شفتوا في اول الفيديو كان عمره قد ايه ودلوقتي بقى عمره قد ايه. انا بجيب المر الصبر ده من عند العطار، القطعة دي تقريبا زي ما قلت لحضراتكم كده ب5 جنيه، وهبتدي احطها في شوية مية، وهاجي عند الزغاليل دي في كل حتة في جسمهم هدهن المر الصبر ده. ده هو طعمه مر جدا، حتى انتوا لو استطعمتوه كده شوية هتلاقوه مر جدا، محدش ممكن يعني تستحمله، اقوى من الصبار وكمان افيد من الصبار في ان هو بيساعد على التئام الجروح اللي جاية من نتف الريش الزغاليل دي، لان النتف ده بيبقى شيء متعب جدا ومؤلم جدا فظيع بالنسبة للطيور. هناخد الحجراية دي ونحطها في شوية المية، هي هتطلع لون غامق كده بني غامق وبيقلب لسواد خفيف. بعد كده دي ب5 جنيه بالظبط كده، هاخدها انقعها في المية دي مدة كده 3 دقايق على الاكثر، وهبتدي ان انا ادهن بيها الزغاليل دي، كل حتة فيهم هدهنها بيه. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين هي كانت الاهالي دي تقريبا هما القص كامل كان بيملح. هدهن الزغاليل دي كده كلها من اول التاج بتاعهم للراس للرقبة، تحت الجناحات، الجناحات كل حتة ممكن تتخيلوها في الطيور دي اتدهنت بيه. كمان بقى هعمل ايه؟ يعني هسيبهم ينشفوا شوية قدام عيني كده، وهعيد الموضوع ده مرتين تلاتة في كل مرة. يعني انا
في اليوم هاخدهم كده يعني اول مره هاخدهم ادهنهم دهنه واسيبهم ينشفوا، ادهنهم تاني واسيبهم ينشفوا، والتالته واسيبهم ينشفوا، وهرجعهم تاني للاهالي. الاهالي في اللحظه دي مش هتقدر تنتف منهم حاجه، لان هيبقى طعمهم مر جدا، ومش هيبقى المكان ده مستساغ ان هم هينتفوا منه الريش. الوقت ده كمان الاهالي هتتعود ان هي كل يعني عشان نخلص بقى من المشكله نفسها عند الاهالي، يعني انا كده انقذت الزغاليل وفي نفس الوقت ما خلتش الزغاليل دي تبعد عن الاهالي، لان زي ما قلت لحضراتكم انا عايزاهم يستفادوا بقدر الامكان من التاكيد. تمام كده. في الوقت ده الاهالي كمان محتاجه مني علاج. اولا هي كده دلوقتي مش هتقدر تنتف الريش ده خالص، فالاملاح اللي محتاجينها اللي هي سبب نتف الريش ان هم الاهالي نفسها عندها نقص في الاملاح بدرجه كبيره. ممكن تكون حاجه فاتت الهاوي بان هو يضيف الفيتامينات او الاملاح والاحماض والكلام ده كله، الله اعلم بيه، ولو ان هو قال لي ان هو كان بيستخدم معاهم الاملاح والكلام ده. المهم ان انا هعدن بيهم الطيور كويس قوي وهرجعهم للاهالي. الاهالي طبعا مش هتعرف تاخد منهم حاجه، ولكن انا في الفطر مش هتعرف تنتف الريش قصدي، فالفتره دي انا كمان عايزه اعالج الاهالي دي، لان هي انا مش كل مره هاخد الزغاليل وهيحصل فيها كده، لازم الاهالي دي تتعالج. علاجهم بالنسبه لي يعني هو بيطول شويه، ولكن الحمد لله رب العالمين بيجيب نتيجه حلوه قوي مع الاهالي. ان هو ان احنا بنضيف الذره الصفراء البودره او الذره الصفراء العاديه، بس انا هنا بستخدم الذره الصفراء دي. الذره بقى يعني بضيفه على الوجبات الطريه بصفه مستمريه باستمرار للطيور اللي هي الاهالي اللي بتملس. كمان طبعا لازم اهتم بالاملاح وبالاحماض الامينيه دي، لازم لازم ياخدوا منها جرعه كويسه جدا، وهي ارجعوا بقى الفيديو الفيتامينات هتلاقوا متكلمه باستفاضه عن الفيتامينات بالجرعات بامتى اديها وامتى ما اديهاش، هتساعدكم قوي في الحاله دي. كمان الذره الصفراء حلوه قوي، ولكن نخلي بالنا بقى من حاجه، ان الذره الصفراء قطرتها ان احنا نديها للطيور ممكن تبوظ شويه الريش، تطلع الريش شويه خشن ما فيهوش اللمعه اللي احنا بنحبها في الطيور. فانا هنا بس بستخدمه للعلاج، وعلى فكره انا بستخدمه في اكلات للطيور ولكن بنسب محدده بالنسبه للطيور. زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، بصوا كان النتف فيهم عامل ازاي والشكل عامل ازاي، وكانوا على فكره مهيبرين قوي، لان النتف ده بيعمل حاله عصبيه للطيور، بتعمل لهم قلق وبتعمل لهم خوف وفزع وحاجات كتيره قوي. الطيور دي يعني بتبقى بتعاني منها، بيبقوا خايفين من كل حاجه في الدنيا. الكوكاتيل طبعا معروف، بصوا حضراتكم ابتديتوا تشوفوا معايا، ابتدى الريشه اهو ينبت من اول وجديد، وابتدت الدنيا على وشك ان هي تتظبط. هنا بقى بعد ما اتعالج والحمد لله زي ما انتم شايفين الريش الحمد لله بقى هنا معانا تمام. بصوا العض بقى اللي الواحد بيتعضه ده تمام، يعني بيظبطوا الايد بصراحه، والريش الحمد لله ابتدى يطلع صح. اهم حاجه في العلاج ان انتم يعني تعالجوا الزغاليل اللي هي يعني اتصابت بالموضوع دوت، وتعالجوا كمان الاهالي كمان طبعا لازم هتتعالج. ممكن نضيف كمان الايموجران. الايموجران حلو جدا جدا في الحالات اللي زي دي، هنستخدمه 3 ايام متواصله ورا بعض، هناخد منه يعني هنقول ربع معلقه شاي ممسوحه كده على لتر ميه، وهقدمه للاهالي. الايموجران فيه كميه حلوه قوي من الاملاح والاحماض، وكمان هيساعد على ان هو يديلي الى حد كبير قوي على مشكله التمليح. كمان هنضيف الهيدروسيف. الهيدروسيف ده في فيديو عندي في القناة ارجعوله، حلو جدا برضو في امداد الطيور بالاملاح والاحماض. وطبعا لازم هنحط الفيتامين زي ما انا قلت لحضراتكم، الاملاح والاحماض اللي هي الجانبية. شغلنا هيبقى في الحالة دي شغل مكثف شوية بالفيتامينات على الطيور. طبعا لازم هنضيف الجزر، مهم قوي 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 في الحالة دي، لانه يعني حلو قوي للريش، وكمان بيساعد على التئام الجروح. الاموجران كمان هيساعدني في التئام الجروح اللي بيسببها نتف الريش دي من الطيور، وكمان هيساعدني على ان هو يعني يكمل الناقص من الاملاح والاحماض اللي ناقصه للطيور دي. زي ما حضراتكم كده شايفين معايا الحمد لله رب العالمين ان هو ابتدى يبقى تمام اهو، وهسيبه كمان لسه عندي شويه، وانا تقريبا يعني كده يعني هحطه مع بقى يعني فروخ
اكبر منه سنا، بحيث بقى ان هو يتعود على التعامل والكلام ده كله من الخوف والرهبة اللي كان هو فيها مع الاهالي. هسيبه بقى يتعامل مع فروخ بنفس العمر عندي، ولكن كده انا طبعا هعلمه عشان يبقى معروف ان ده مش من عندي، وهيبقى كده الدنيا هتبقى ان شاء الله اتظبطت، وتبقى كده يعني ان شاء الله كده بقى يبقى احنا عالجنا المشكله الخاصه بالتمليح. وخدوا بالكم برضو ان التمليح بيبقى من يعني سببه ان هو نقص الاملاح والاحماض والكالسيوم والكلام ده كله، فاحنا ممكن كمان نضيف كالسيوم للطيور الاهالي دي، هتساعد قوي في ان هي عمليه التمليح دي تقل. اتمنى بقى ان يكون الفيديو النهاردة عجب حضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير، لان التفاعل على القناة ضعيف جدا وما اعرفش ايه السبب، ولكن بتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة، واشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.